بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جينو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم إن شاء الله تعالى راح أتكلم عن الديباجنج، اللي هو يكتب بالشكل هذا ديباجنج أو ديباج، اللي هو تصحيح البرمجة، تمام، بحيث أنك تتعقب برنامج عندك لحد ما أنك تكتشف محل الخطأ عنده. إحنا الآن ما كتبنا سكريبتات متقدمة، لكن هذا لازم تعرفه بالبداية. أوكي، الديباجنج إيش أنواعه؟ بالشل سكريبت في أكثر من نوع، خلونا نتعرف عليها. بالبداية خلنا نكتب ملف شل، تمام. طبعا كالعادة لازم تحطون الشيبانج بالبداية، بن باش، وبعدين خلونا نسوي مثلا اكو، وش نكتب مثلا اسم المستخدم حقي هلو، وبعدين اسم المستخدم، ممكن تطلع اسم المستخدم بالشكل هذا، تكتب لوج نيم، تمام. لا تقلقوا من اسم المتغيرات، احنا لاحكين عليها، يعني راح اتكلم عنها. خلنا مثلا نسوي اكو ثانية، اكو مثلا مثلا the current users and processes. حلو. بعدين نقطتين دبليو. الدبليو هذا الفائده منها هي عرض للمحتويات اللي في ال current session، يعني الجلسه الحاليه والناس اللي داخلين والشغلات هذه، تمام. اوكي، نحفظ الملف هذا، وطبعا لازم نسوي انه يشتغل الملف عن طريق الامر اللي كالعاده change mode زائد x. اوكي، سودو تشينج مود زايد اكس، وبعدين تكتب اسم الملف، عندي الملف اسمه شل شل، انتر. الان خلنا ننفذ هذا، نكتب شل دوت شل انتر. زي ما انتم شايفين طلع حلو عبد المجيب ذا كرنت يوزرز اند بروس، وبعدين حاط لك المستخدمين الموجودين حاليا انهم ثلاثة داخلين والى اخره، تمام. اوكي، الفائده من الديباجنج انه راح يعرض لك جميع المحتويات حقت الملف وتشوف التنفيذ حقهم كيف صار، تمام. طيب خلونا نسوي ديباج عشان تظهر لكم الصوره بالاصح. الان خلنا نكتب مثلا باش، طبعا عشان نسوي ديباج تكتب باش زائد اكس بالشكل هذا، عفوا ناقص اكس، وبعدين اسم الملف دوت شل دوت شل انتر. الان لاحظ انه كل امر عندنا كامر برمجي طلع علامه زائد قدامه، وبعدين قال لك نتيجه الامر هذا هي انه ظهر هذا. لاحظ مثلا دبليو نتيجه امر الدبليو ظهر هذا. اوكي، طيب في طريقه ثانيه للتعقب، ممكن نفس الشل سكريبت تحط بالشكل هذا ناقص اكس، تمام، وتشغله بدون ما انك تكتب شيء عنده، انتر. لاحظ انه تنفذ نفس الشيء وطلع علامه الزائد، تمام. ايش الفائده؟ الفائده زي ما قلت لكم انه تتعقب السكريبت عندك وتشوف هل هو ماشي صح معك ولا لا، هل تنفذت جميع الاشياء بشكل صحيح ولا لا. يعني مثلا ممكن انه ينفذ شيء انت ما طلبته منه. في شيء ثاني او في نوع اخر من الديباجنج وهو مفيد جدا جدا للتحقق من انه السكريبت عندك بالسنتاكس حقه، السنتاكس اللي هو الاوامر الخاصه بالبرمجه تكون ما فيها اخطاء، تمام. وشلون؟ انا اعلمكم شلون. طبعا راح نشيل هذا ونحط ناقص او. ناقص او هذا ايش؟ عفوا خلنا نكتبه هناك، تمام. ناقص او هذا ما راح تشوف شيء قدامك، لكن فقط هو للتحقق. لو سوينا باش ناقص او بعدين شل دوت شل انتر، تمام. وش السالفه؟ يمكن ناقص ان، انا غلطت، ناقص ان انتر، تمام. ناقص ان هذا الفائده منه انك تحقق من السنتاكس اللي عندك فقط. طيب هل هو راح ينفذ؟ لا، هو راح يتحقق من الملف هل هو تمام ولا لا بدون تنفيذ، تمام. لو اننا جينا الان وشلنا هذه، ضغطنا انتر حفظنا، وبعدين جينا شغلنا بالشكل هذا، لاحظ انه قال عندك خطا وانه عندك العلامه هذه ناقصه. وين ناقصه؟ بالسطر الثالث، هذا السطر الثالث في خطأ بعد، فتروح لما السطر الثالث تشوف من وين بدأ الخطأ. اوكي، بدأ الخطأ من هنا، وبعدين تروح تحط العلامة هذه وتحفظ وتجرب تسوي ان مرة ثانية وتضغط انتر. بس هذا درس اليوم، تحقق شلون تسوي ديباجنج. بقى نقطة واحدة، انه في امكانية انك تسوي ديباجنج داخل الملف لجزئيات معينة. كيف شلون؟ خلونا نضيف شغلات ثانية، مثلا ايكو مثلا يور هوست نيم، تكتب الهوست نيم مثلا هوست نيم. اوكي، في شغله انه ممكن احنا نسوي ديباجنج من داخل الملف بدون ما نطلب ديباجنج اساسا. تكتب ست ناقص اكس، يبدا الديباجنج هنا، بدا الديباجنج. متى تبيه يوقف الديباجنج؟ تبيه يوقف مثلا هنا ست زائد اكس. نحفظ، نسوي تشغيل الملف ونشوف. لاحظ انه تابع الديباجن كامل، عطاك ايكو وش تنفذ تحته تمشي الين الدبليو، لكن لاحظ انه بالنهايه طلع لك اللي هو زايد اكس،
تمام، انه الى هنا انتهى، وبعدين طلع لك يور هوست نيم انه الهارتش لينكس. لكن احنا لو شلنا هذه الان حطيناها تحت راح تلاحظ انه حتى الاكو الاخيره راح تظهر معنا. لاحظ انه الاكو الاخيره ظهرت معنا. اوكي، الى هنا انتهى درس اليوم. اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس، ودرس مهم جدا لتعقب السكريبتات. يعني قبل ما تنشر السكريبت تطبق عليه الحاجات هذه عشان تتاكد انه سكريبتك ماشي تمام التمام، وانه جميع الاشياء اللي طلبت منه تم تنفيذها بشكل صحيح. اذا استفدت من هذا الدرس اضغط لايك واشترك بالقناه وانشر هذا الفيديو قدر الامكان لافاده غيرك، ومع السلامه.